الخبر اللي زعل ناس كتير ان مسرح مصر اخر مسرح. ايه السبب؟ يعني في نجاح كبير، ليه يكون اخر موسم؟ ليه ما استمرتوش؟ هو احنا الحمد لله يعني الموسم الاخير ده كده نبقى عملنا 130 مسرحية، ف 130 موضوع، 130 ضغط نفسي بقى عشان نطلع المسرحيات. يعني في زمن، في عمر تقضى في مسرح مصر. ايه السبب ان احنا وقفنا؟ يعني تمام، يعني احنا الميديا بتقول ان علي ربيع بقى خلاص بقى، لا خالص، علي لا خالص خالص خالص. هذا السبب ولا فعلا ان عنده استشوار؟ لا، هو ممكن ان هي في البروجكت نفسه، ان هو يعني بقى له فتره، يعني هنعمل، يعني بنيجي نفكر، يعني اخر سيزون ده 10 مسرحيات، وفي مجهود كبير جدا عشان نطلع مسرحيات ما عملناهاش قبل كده، وعشان نطلع مواضيع ما اتعملتش قبل كده. وانت عندك، انت بتلف في كام تيمة مثلا ممكن تلعب حواليها؟ هم حاجة و30 تيمة في الدراما العالمية كلها، فانت هتروح فين؟ 130 مسرحية مضطر بقى هتفضل تكرر نفسك؟ اكيد مش، انت مش عايز تكرر نفسك. فالسيزون ده في ضغط نفسي كبير جدا، ان احنا لا، عايزين نطلع مسرحيات جديدة ما اتعملتش قبل كده، عايزين نبقى شكلنا مختلف عن اشكال السنين اللي فاتت، عايزين نطلع ضحك مختلف عن السنين اللي فاتت. فده مجهود كبير جدا، لو هنكمل هيبقى مجهود اكبر واكبر واكبر، الموضوع هيبقى صعب. 130 مسرحية مش رقم صغير جدا. ايه الموقف اللي حصل لك في مصر عموما في الخمس مواسم انت ما تبقاش نسيت؟ من حيث يعني موقف كده يعني علم معاك جامد في الخمس مواسم، موقف بينك وبين حد، موقف بينك وبين الاشرف؟ لا يعني مثلا الدور بتاع المدرس ده اللي عملته ده كان على ورق تقريبا نص صفحه حاجه كده. فاول يوم تقريبا انا وانور وويزو مش مظبطين اصلا هنقول ايه في النص، يعني هو النص ورقه دي اللي موجوده وظبطناها وخلاص تمام. دخلت على المسرح بقى مش عارف، انا مش فاكر انا قلت ايه اصلا. فاول يوم تقريبا قعدت تلت ساعه المشهد ده، فضلت تلت ساعه، ف انا اتصدمت يعني. هل توقف مسرح مصر هيخليك برضو تكمل مسرح، ولا تقول لا كفايه مسرح بقى وركز في الدراما والسينما؟ لا خالص، ما لهاش علاقه. يعني لو جات فرصه مسرح تاني ممكن تكمل مسرح؟ كده بص، يعني الشغل حاجه كويسه، يعني الشغل دي حاجه كويسه. مسرح مصر هيقف ان شاء الله، الله اعلم اللي جاي. يعني ما اقدرش اقول تمام، لا مسرح تمام، لو اتعرض عليا حاجه مش كويسه خلاص مش هقدر اعملها. يعني انا اشتغلت في مسرح مصر، فمش هقدر اعمل حاجه تبقى اقل منه. بتشوف الانتقادات اللي بتوجه لمسرح مصر ازاي؟ من حيث انتقادات اللي هي زي ايه؟ ده مش مسرح، ده تعريف طبيعي. لا مسرح يعني شئنا ام ابينا هو مسرح، بالورقه والقلم والتعريف الاكاديمي للمسرح. هو مسرح في ستاره بتتفتح والناس بتيجي تقعد على كراسي المسرح، بتقطع تيكت المسرح، بتتفرج واحنا واقفين على خشبه المسرح وبنمثل. في قصه موجوده، في شخصيات بتدخل وبتخرج، في تسلسل للاحداث، فهو مسرح. ما بحبش الانتقادات اللي هي فالجر قوي دي، اللي هي ما بي يعني بيشتموا لمجرد الشتيمه، او بيغلطوا لمجرد الغلط، او بيعترضوا لمجرد الاعتراض. لو عندك حاجه بتعترض عليها وتقدر تواجهني بيها وتقول لي السبب، اوكي. يعني انت بتقول لا ده مش مسرح، ده سكتشات. طب المسرح ايه هو؟ هيسكت، مش هيعرف يرد عليا، ولازم استعراضات ولازم فواصل والحاجات دي. احنا لا، احنا بس غيرنا شكل المسرح. احنا في الجامعه بنعمل عروض ساعه، في الجامعه واسمه مسرح، وبنعمل مهرجان للمسرح ده في كل الجامعات المصريه موجود. فهو مسرح، مش هنقدر نقول غير كده، هو مسرح.